تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 482 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 84 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة، تم ضبط قرابة 43 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية، تم ضبط أكثر من 46 طنًا. وفي مجال قضايا المخابز، تم ضبط 612 قضية، من بينها 184 قضية خبز ناقص الوزن، و 168 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلية، تم ضبط 7 قضايا بمضبوطات بلغت قرابة 52 طن أقماح محلية.